السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. قبل ما نبدأ هذه الفيديو حبيت نرد على سؤال يتكرر دائما. هذا السؤال تلقى واحد مثلا تحت فيديو من الفيديوهات يكتب سؤال يقول لك أين المصدر. نحب نقول لهم قبل كل شيء إن الفيديو ما يحتويش على معلومة واحدة، على ياسر معلومات. إذن فما مصادر، بل كل فكرة يمكن أن يكون لها عديد المصادر. إذن السؤال هذا ليس له معنى. لو أنت عندك معلومة سمعتها في الفيديو معناتها تحددها شنية وتطلب مني فين لقيتها وشنو المصدر متاحة، يمكن نتفهم ونعطيك المصدر. ولكن بصفة عامة أنا راني وقت نعمل الفيديو أعتمد على معلومات معناتها موثوقة، ونحاول حتى المعلومات اللي عندي قديمة نعاود نتأكد منها ونشوف آخر المعلومات والدراسات العلمية الأكثر صحة والأكثر حديثة. وأنا وقت نطرح الفكرة نطرحها من وجهة نظري اعتماد على هذه المصادر العلمية. يمكن أن التحليل متاعي ما يعجبكش، هذا من حقك، ويمكن أن التحليل متاعي يكون أنت اتوصلت له، هذا شيء طبيعي. ولكن أنا مانيش مطلوب مني نعطيك المصادر، بل أنت مطلوب منك لو معلومة تهمك أنك تمشي تبحث على المصادر متاعها، وكان ما تلقاهاش وقتها يمكن تسألني على المعلومة الخاصة باش نعطيك المصدر متاعها. على خاطر أنا كان باش نعمل فيديو بعشرين دقيقة ولا نص ساعة ونحط المصادر باش تولي الفيديو بخمسة سوايع. إذن هذه نقطة حبيت نأكدها لمشاهدي القناة، أرجوكم يعني ما تسألوش أسئلة ما عندها حتى معنى. وأنا راني فهمت لو تسأل السؤال يعني منطقي أنا نجم نجاوبك، فما حتى مشكل. إذا نواصلوا الحديث حول تاريخ الإنسان والمعتقد، وشفتونا اللي في الفيديو هذه والفيديو اللي قبلها بدينا نرجع شوية إلى عالم الإنسان وظهور الإنسان العاقل. طبعا هذه العودة إلى خلف ليس من أجل إعادة ما قد قلناه، وإنما باش نقول حاجات ما قلتهمش في الفيديوهات السابقة اللي هما جدا مهمين لفهم ظهور المعتقد عند الإنسان. تكلمنا في الفيديو السابق حول الفرق بين الهيمنة الطبيعية والهيمنة البشرية التي بدأت مع الإنسان العاقل. وفي هذه الفيديو باش نحاولوا نوضحوا شكون انواع البشر اللي اقضى عليهم الانسان العاقل. احنا نعرفوا توا تاخذ اي انسان من اي منطقه، من استراليا، من افريقيا، من امريكا، من اوروبا، تلقاهم كلهم تقريبا ينزلوا من مجموعه بشريه واحده. اذا السؤال الذي يطرح اين ذهبت بقيه المجموعات، وهذا باش نحاولوا نجاوب عليه في هذا الفيديو، وهو كيف قضى الإنسان العاقل على كل المجموعات البشرية الأخرى. طبعا الإنسان العاقل لم يكتفي بالقضاء على كل المجموعات البشرية الأخرى، بل هو ذاهب للقضاء على كل الحيوانات، بل كل النبات في الأرض، حتى يصبح هو وحده موجود على هذه الكوكب. وهذا ما سوف نعرفه خلال هذه الفيديو وفي الفيديوهات القادمة. إذن حسب آخر الدراسات العلمية إن الإنسان العاقل ظهر قبل أكثر من 300 ألف سنة، بعد آخر اكتشاف لجمجمة أقدم إنسان عاقل على وجه الأرض في جبل أيغوت باليوسفية وسط المغرب، الذي غير كل المعطيات العلمية، والذي ثبت أيضا علميا على حسب الأديان إن الإنسان العاقل ظهر بين شرق وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا. إذن مدام وجدنا الإنسان العاقل في المغرب
ويعود تاريخه إلى 300,000 سنة، إذن هو انتقل من تلك المنطقة إلى المغرب، وهذا ما يجعل إن الإنسان العاقل يمكن ظهر قبل 400,000 أو 500,000 سنة من بين جنوب إفريقيا وشرق إفريقيا، وهذا خلق مشكل في المجال العلمي. علاش؟ على خاطر اكتشاف الأديان هو يعتبر أهم اكتشاف عرفته البشرية أخيرا فيما يتعلق بفهم أصل الإنسان. ما نعرفش كان عندكم فكرة على شنو معناها الأديان، ولكن لو تعرفوا شنو معناها الأديان وتفهموا شنو هو الأديان تفهموا أهمية هذا الاكتشاف الكبير اللي عرفته البشرية. طبعا بالأديان نجمنا نعرفوا أن هناك ما يسمى آدم وحواء، جي منه كل البشرية، ليس بالمفهوم الديني، لا بالمفهوم العلمي. أنا تو نحاول نعمل فيديو نفسر فكرة ما يسمى آدم وحواء بالمفهوم العلمي. أنا بعد ما اطلعت على المجال العلمي اللي هو في الحقيقة ما هوش اختصاصي، ولكن أي إنسان في الوقت الحاضر يعرف يقرأ ويكتب وخاصة يعرف لغات أجنبية يمكن أن يطلع على المجال العلمي ويمكن يفهم ياسر حاجات. شنو لاحظت؟ لاحظت اللي ليس كل ما هو في الدين يعتبر غلط 100%، بل ما نقولش الدين نقول المعتقد. بالنسبة لي المعتقدات هي الذاكرة الإنسانية، ولكن قالوها لقدم الناس لقبل على حسب المعرفة متاعهم وعلى حسب المصطلحات متاعهم. هذاك علاش تلقاني مانيش ياسر متعصب من الأفكار الدينية بصفة عامة، وإنما نحاول باش نفهمها على ضوء العلم الحاضر وبمساعدة ما يسمى المعرفة الغنوصية بالثلاثة أقطاب هذم: الموروث والعلم الحديث والغنوصية. كي نحبوا نعطيهم تسميات أخرى نجم نقولوا التاريخ اللي وصل لنا، المادة التاريخية، والتجربة العلمية الحديثة، وما يسمى بالحس أو الفطرة الإنسانية. بالثلاثة حاجات هذوما يمكن أن نحدث توافق يناسب العصر ومستوى الوعي الذي وصل إليه الإنسان، ونصل إلى معرفة وحقيقة تناسب عصرنا دون الدخول في دوامة الصراع بين النقل والعقل، ونجعل النقل عقلاني وعصري وعلمي عن طريق التوازن الذي تحدثه ما تسمى بالفطرة أو الحس الإنساني. لهذا تجدني أقول أنا ليس ملحد مادي، وإنما أنا أتبع الإيمان الإلحادي الذي هو إلحاد إنساني يؤمن بالوعي والحس الإنساني، لا يختلف كثير عن الإيمان العرفاني الذي يؤمن برب. كلاهم يؤمن بالإنسان ويؤمن بالأخلاق الإنسانية الراقية. الفرق من بينهم إن الإلحاد الإنساني لا يؤمن برب، ويعتبر الوعي الإنساني الراقي هو ما نتصور إنه رب، وهو في الحقيقة ما هو إلا عين الوجود وصادر عن الوجود، بينما الربوبيين يعتبرون إن هذا الوعي الراقي هو رب قائم بذاته، وإن الإنسان يستمد من هذا الرب هذه الأخلاق العالية. هذا هو الفرق من بينهم. لهذا لا تجد بينهم صراع، بل تجد احتياج.
احترام بين الملحد الإنساني والربوب العرفاني، لأن كلاهما يتفقون على مبدأ الأخلاق ويحترمون الإنسان كإنسان، وهذا لا نجده في الملحدين الماديين وأتباع الأديان، تجدهم دائما في خلاف وصراع إلى درجة ما يسمى العنف، لأنهم لا يعتبرون الإنسان إنسان، لا يقدسون ولا يقدرون الإنسان. فالملحد المادي يعتبر الإنسان مجرد حيوان ومجرد آلة وسوف يموت وينتهي ولا شيء، والمتدين الذي يتبع دين يعتبر الإنسان مجرد عبد تحت تصرف إله وتحت تصرف دين يجب أن يطيع ويستسلم. فهذا يحدث من بينهم خلاف، لأنهم لا يقدرون قيمة الإنسان كإنسان الذي هو المقدس الأول والأخير، كما نجده عند الملحدين الإنسانيين والربوبيين العرفانيين. هذه مجرد نقطة بين قوسين. نعود لموضوعنا اللي هو الإنسان العاقل. لقد قلنا في فيديو سابق إن فهم أصل الإنسان وكيف ظهر وأين ظهر ومتى ظهر على الأرض اعتمد على 3 مجالات معرفية. المجال الأول هو البحث الجيولوجي والحفريات. البحث الثاني هو البحث اللغوي وأصل اللغات. والبحث الثالث الذي جاء أخيرا هو البحث الجيني. ولقد أكد البحث الجيني ما توصل إليه البحث الجيولوجي والبحث اللغوي على أصل الإنسان وكيف ظهر ومتى ظهر ومن أين ظهر، وهذا ثابت علميا. يعني 3 مجالات علمية تصل إلى نفس النتيجة، وهذا منطقيا يعتبر دليل علمي. صحيح هو غير كامل 100% وفيه بعض الثغرات، ولكن يعتبر أكثر منطقية وأكثر واقعية، ويفند كليا النظرة التقليدية الدينية وخاصة السماوية حول أصل الإنسان من آدم وحواء، وأن خلقه رب أو إله من طين وحطه في الأرض، وتؤكد فكرة التطور الإنساني سواء من ناحية الجيولوجية أو من ناحية اللغوية أو من الناحية الجينية. يعني التطور موجود في 3 مجالات علمية، وهذا ثابت علميا. ومن لا يتبنى نظرية التطور العلمية فهو إما متعصب لعقيدة إما جاهل بفكرة التطور وكيف تم التطور. اليوم كل أصحاب الأديان اللي موجودة على الأرض سلمت أمام هذه الحقيقة العلمية، إلا بعض المسيح وأغلب المسلمين لم يسلموا بهذه الحقيقة، وطبعا ليس لهم خيار، هي مسألة وقت سوف يسلمون بهذه الحقيقة لأنها لا تستدعي أي شك. خوف أغلب المسلمين والمسيح من التصديق بهذه الحقيقة العلمية يعود إلى عندما ظهرت هذه الحقيقة استعملها الملحدين الماديين لمحاربة ما يسمى الديانات السماوية، والقول إن الإنسان أصله حيوان وتطور إلى إنسان، أي فكرة إن رب أو إله خلق آدم وحواء وقصة طرده من الجنة هي مجرد خرافات ليس لها أي أساس من الصحة، وهي في الظاهر كذلك. يعني قصة آدم وحواء ورب جاء خلق آدم ومن بعد خلق منه حواء ظاهرة معناتها هي أسطورة أو خرافة، ولكن تصحيح هذه القصة
على ضوء العلم والمعرفة والإيمان بنظرية التطور لا تقضي على الدين كما يعتقد الكثير. خطر ياسر خاصة المسلمين والمسيح يظن نفسه عندما يؤمن بنظرية التطور يعني خلاص، يعني الإسلام أو المسيحية ما عادش موجودة ومجرد كذبة، لأن مادام نلقاو حاجة برك غالطة في دين معين تنجم تفند الدين كله. ولكن احنا نشوفوا مثلا تفسير أصحاب فكرة المصمم للكون، أو أصحاب اللي يؤمنون إن الإنسان خلقته مخلوقات فضائية، هم يؤمنون بنظرية التطور ويعطونها تفسير ومعنى، ويعتبرون إن هذا التطور حصل بالفعل كما يقول العلم لا نقاش فيه، ولكن ليس من ذاته وإنما عن طريق رعاية ربانية خفية أو مخلوقات فضائية بعيدة جاءت للأرض وخلقت الإنسان وقامت بتجارب وتطور الإنسان ووصل إلى ما وصلنا إليه. إذن هون النجم نعتبر فكرة قصة آدم وحواء المذكورة في الكتب السماوية والتي أخذت من الكتب السومرية القديمة هي مجرد تشبيه وفكرة تقريبية لا أكثر لا أقل على حسب الزمان اللي ظهرت فيه. والآن فهمنا حقيقة هذه الفكرة على ضوء العلم وعلى ضوء التجارب الإنسانية ودرجة الوعي الإنساني. إذن الإيمان بنظرية التطور والتسليم بهذه النظرية لا يعني تقضي على الدين كليا، بل بالعكس عدم التسليم بهذه الحقيقة العلمية من طرف رجال الدين سوف يفقدهم مصداقيتهم أمام أنصارهم. ولهذا سارع كثير من رجال الدين المسيح للتسليم بهذه النظرية، وحتى من رجال الدين المسلمين، بل القرضاوي اللي يعتبر معناتها من المتشددين قال لولا بد من الإيمان بهذه النظرية يجب علينا أن نجد لها تأويل. والمسلم أو المسيحي الذي يحاور ملحد أو لا ديني على نظرية التطور سوف يخرج خاسر 100% بالدليل العلمي والمنطقي. إذن من الأفضل التسليم بهذه الحقيقة العلمية وأعطائها تأويل إن التطور حصل بفعل رعاية ربانية خفية، أي أن قصة آدم وحواء هي قصة تشبيهية لا أكثر ولا أقل، كما فعلت في إحدى الفيديوهات القديمة اللي عملتها حيث فسرت كيفاش نجم ناخذ قصة آدم وحواء ونعطيوها تأويل علمي. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يقعدوا متمسكين بدين وفي نفس الوقت يؤمنوا بنظرية علمية تؤمن بها تقريبا أغلب البشرية وثابتة علميا. وليس هناك عالم لا يؤمن بنظرية التطور، بل لا يمكن أن تكون عالم وأنت لا تؤمن بنظرية التطور. وإن كانت نسبة قليلة منهم يختلفون مع النظرية في بعض الجوانب أو يعتبرون التطور هو وقع برعاية ربانية لا أكثر ولا أقل، ولهذا لا يمكن لشعب أن يتقدم في مجال العلم والمعرفة حتى يدرس هذه النظرية، والدراسة تكون في المدارس وفي الإعلام وتدرس عند الأطفال لكي يكونوا مواكبين العصر وتتحرر عقولهم من الأفكار الأسطورية. وطبعا أتكلم عن نظرية التطور كما هي علميا، ليس كما يروج لها بعض علماء الجهل والتخلف وأتباعهم على أن الإنسان أصله قرد وغيرها من الخرافات التي ليس لها أي سند علمي. الإنسان نوع من أنواع الحيوانات يشترك مع فصيلة القردة بجد مشترك، أي حيوان قائم بذاته، وهو الحيوان البشري الذي تطور
وظهرت منه كثير من أنواع البشر، ومنها طبعا الإنسان العاقل الذي هو موضوعنا هنا. إذن سوف ننطلق من الإنسان العاقل الهومو سابيان الذي هو فرع من فروع الإنسان الماشي على القدمين، والذي عندما ظهر قبل أكثر من 300,000 سنة في إفريقيا كان معه كثير من أنواع البشر في إفريقيا وخارج إفريقيا. وهذا الإنسان العاقل خرج من إفريقيا وقضى على كل أنواع البشر سواء بالقتل أو بالزواج. من هنا سوف ننطلق في الفيديو القادم إلى أن نصل إلى ظهور الإنسان الآلي الذي أدخل البشرية في حروب لا نهاية لها منذ أكثر من 3,000 سنة إلى اليوم. إذن شكرا على المتابعة، وشكرا على التوزيع، وشكرا على التشجيع، ومعاه فيديو قادم، وبسلام.